اهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقه من لبنان اليوم. الحكومه معطله حتى اشعار اخر في الوقت الذي تستمر فيه المساعي التي يبذلها اللواء عباس ابراهيم، الذي التقى الرئيس سعد الحريري مساء امس بعد جوله مكوكيه على عدد من المسؤولين. وفي هذا الاطار لاحت مؤشرات ايجابيه اصر عليها رئيس مجلس الوزراء الذي يفضل عدم الدعوه الى جلسه وزاريه قبل تطويق زيول حادثة قبر شمون كي لا تنتقل المشكلة من قرية لبنانية إلى مجلس الوزراء. واليوم تترقب الأوساط السياسية المواقف التي سيعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من العقوبات الأمريكية الجديدة على حزب الله، وكذلك من مجمل القضايا الداخلية والخارجية، في الوقت الذي تنشط فيه التحضيرات لجلسة مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل، على وقع انتظار إرسال الحكومة قطع الحساب لعام 2017 إلى المجلس، إذ من دونه لا يمكن إقرار الموازنة إلا إذا تكرر سيناريو إقرار موازنة 2018. كل هذه المواضيع نسأل عنها ضيفنا الدكتور سلام عبد الصمد المحامي بالاستئناف. أهلا وسهلا فيك دكتور سلام. أهلا فيك. طبعا حضرتك يعني محامي بالاستئناف دكتور سلام، رح نحكي مطولا اليوم بهذه الحلقة عن المجلس العدلي، عن أهميته إنجازاته والغاية منه، إنما قبل ما ننتقل يعني لموضوع المجلس العدلي خلينا نحكي شوي عن جلسة مجلس الوزراء اللي يبدو يعني ما في حيكون جلسة قريبا. يعني الرئيس سعد الحريري يفضل تهدئة الأجواء وتحضير الأجواء كي لا يكون هناك يعني مادة متفجرة على طاولة مجلس الوزراء. نعم. متى ستنعقد هذه الجلسة؟ في الواقع نحن نتمنى أن تنعقد في أقرب وقت ممكن، باعتبار أن الاقتصاد اللبناني لا يتحمل مزيدا من إضاعة الوقت، لا يتحمل مزيدا من التأخير والمماطلة في اتخاذ قرارات تعني المواطن عموما وتعني الاقتصاد وتعني جميع طبقات الشعب. والحكومة اليوم هي بالنهاية التي ترسم وتنفذ سياسة البلد. فإذا لم تنعقد الحكومة هذا يعني أن هناك المزيد من التأخير في تنفيذ القرارات المعيشية. يعني معليش نحن لازم نكون نتصرف دايما بحكمة ونصرف بمسؤولية اجتماعية ما ناخذ الأمور على أهوائنا الشخصية. المجلس الوزراء هو المسؤول، هو المسؤول الأول والأخير عن سياسة البلد، عن الأمن والأمان للمواطنين. فبالتالي إذا لم ينعقد، من سيتولى إدارة شؤون المواطنين؟ من سيتولى معالجة مشاكل الاقتصاد؟ نحن بفصل الصيف أوكي، ونحن ننتظر أيضا مزيد من السواح والوافدين العرب وغير العرب، وننتظر أيضا مزيدا من الاستثمار. طيب من هي الجهة المولجة بتنظيم كل ذلك؟ هي الحكومة. صحيح. فإذا عم تحكي يعني مجلس الوزراء والحكومة هي مسؤولة عن أمن وأمان اللبنانيين. نعم. يعني بتأيد الرئيس سعد الحريري بعدم دعوته لمجلس الوزراء يعني حاليا، نظرا لأنه يعني الأوضاع متشنجة والمواقف يعني في شوية توتر يعني بالبلد، بتأيدوا أم لا عليه أن يدعو فورا إلى جلسة، وشو ما كانت النتائج؟ الحقيقة بأيده إذا بدك بشكل أولي أو بشكل مؤقت، أنه يمكن أسبوع الماضي كان في شوية تشنج بحكمة الرئيس الحريري واللي بنعرفه عنه بصبره بحبه للبلد. أوكي، سمح لنفسه أن يتريث بانعقاد جلسة مجلس وزراء بانتظار أن تهدأ النفوس وأن يهدأ الناس وننطلق لاحقا في الأسابيع اللاحقة إلى العمل. أما أنه أن ننتظر لإرضاء الجميع أو ننتظر أن يحصل إجماع على التوافق، هذا الأمر لا يمكن أن يحصل سيما في لبنان، لأنه معروف بلبنان دائما هناك رأي وهناك رأي آخر، هناك فريق يعترض وهناك فريق يوافق. بعد ما هدأت دكتور سلام، أعتقد يعني يجب أن كل يوم في تصاريح من هذه الجهة ومن ثم يعني تصريح من الجهة المقابلة وجولات، يعني ما في جو هدوء. بس ستنا اسمحي لي أقول لك، التحقيق اليوم يعمل، يعني الأجهزة المولة بالتحقيق وتحديدا بحادثة قبر شمون تعمل، وإن تعمل بشكل سري أو أن تعمل على السكت مثل ما بيقولوا. طيب، فالمدع المحققين يعملون بشكل مهني، بشكل متواصل، بشكل قانوني، أوكي، وأن تترك السياسة للسياسة ولأهل السياسة. يعني ما عم بفهم لماذا هذا الترابط بين التحقيق وبين مجلس الوزراء. لو أنه يمكن نفهم هذا الشيء إذا هذه الجريمة التي حصلت أو هذه المشاكل التي حصلت لم ينظر بها أو لم يتولى التحقيق فيها أي جهة أمنية. لا،
الأمر غير صحيح. القضاء وضع يده على الملف، فرع المعلومات هو الذي يتولى التحقيق، وهناك تقدم بمسار التحقيق. طب إذا هل معطل البلد؟ بده يكون في مفاجآت على ما يبدو كمان بنتائج التحقيق. كرجل قانون، يعني أنا بحب دائما أكد وأنا أتصرف بمهنية رجل قانون، كرجل قانون لا يمكن أن أتوقع بحصول مفاجآت سلبية أو إيجابية، لأنه التحقيق هو تحقيق. يعني أنا أمثل كثيرا أمام قضاة التحقيق وأمام المحاكم في لبنان وفي غير لبنان، ليس هناك مفاجآت. التحقيق يجب أن يأخذ مجرى، هناك معايير يجب أن تراعى في إجراءات التحقيق. إذا روعيت هذه المعايير عندئذ يجب أن نصل إلى القرار القضائي المناسب، وعلينا أن نحتكم بهذا القرار. يعني ما فينا ستنا نعين القاضي ونطلب منه أن يصدر الأحكام، وعندما يصدر حكم خلافا لأهوائنا يعني عرفت كيف من قيمة على الدنيا. لا، أو يا أما بدنا نحترم القضاء، أو يا أما لشو نعمل محاكم وكل واحد يتصرف مثل ما هو بده، وهذا طبعا ما لا نتمنى. كذلك بتعتقد دكتور سلام أنه أحد الأسباب، يعني أنه إذا بدك الرئيس الحريري يعني يرتقي، عدم الدعوة حاليا لمجلس الوزراء، تعتقد أنه أحد الأسباب عدم انقسام مجلس الوزراء، خصوصا في حال يعني طرح أحد الوزراء مسألة المجلس العدلي ويعني إحالة هذه القضية، قضية قبل الشمول، إلى المجلس العدلي؟ يعني أنا مني شايف لماذا هذا الموضوع يمكن أن يشكل عائقا أمام دعوة مجلس الوزراء. خصوصا عم تحكي أنه التحقيقات يعني صحيح ما هي عم نقوله، وستنا أكثر من هيك في عجلة، يعني من يعني الناحية القانونية البحت. يعني أنا هون حريص أن لا أتكلم بالسياسة، فكمحامي بدي أتكلم من الشق القانوني. طيب التحقيقات مستمرة صحيح، وبالتالي علينا أن نتريس وأن ننتظر إلى ما ستؤول إليه هذه التحقيقات. فإذا وصلنا بغاية الأمر إلى أن هذا الموضوع بالفعل كما يقول فريق سياسي، هناك تهديد لأمن البلد أو هناك تعكير لعناصر الأمة إلى آخره إلى آخره، عندئذ يتخذ القرار المناسب بإحالة القضية إلى المجلس العدلي. والعكس صحيح، إذا تبين أن هذه جريمة فردية، جريمة عادية، جاءت عمل حتى أن محاولة اغتيال لوزير، يعني بحال كانت محاولة اغتيال لوزير تحال إلى المجلس العدلي. خليني أقول شيء، أول شيء الافتراض بشكل علمي وبشكل قانوني يعني غير مقبول، لأنه مثل ما قلت لك أنه التحقيق يعني اقترب من نهايته. فإذا فلننتظر، هيدا من جهة. من جهة أخرى، على ضوء التحقيقات إذا تبين بالفعل أن هناك مثل ما عم بتقولي حضرتك، أو مثل ما عم بيقول فريق سياسي بالضبط، مثل ما عم بيقول فريق سياسي بالبلد، أنه في هناك محاولة اغتيال أو إلى آخره، طيب عندئذ يبنى على الشيء مقتضاه. بس إنما ترجع لسؤالك، ما الرابط ما بين دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وما بين هذه التحقيقات أو بين إحالة الأمر إلى المجلس العدلي؟ بعدين ستنا اسمحي لي، ما بعرف إذا فينا نحكي مطولا عن المجلس العدلي من الناحية القانونية. رح نحكي أكيد، لأنه هلأ يعني بدي أفرض له مساحة كتير كبيرة للمجلس العدلي. يعني كمان أيضا موضوع مجلس الوزراء، الرئيس الحريري لم يدعو إلى جلسة في الوقت الذي دعا فيها الرئيس نبيه بري صحيح إلى جلسة لمناقشة وإقرار الموازنة الأسبوع المقبل. صحيح. كمان يعني ألا يخشى الرئيس بري من أن تحصل أن تكون هناك يعني مادة أو حادثة قبل الشمول، مادة تفجيرية أيضا لمجلس النواب؟ أكون الأمر مختلف بين مجلس النواب ومجلس الوزراء. شوفي خليني أقول لك كمان، يعني الرئيس بري رجل دولي، رجل مؤسساتي، أوكي؟ ويمكن إذا كان الرئيس الحريري يعمل على إرضاء الخواطر موضوع مجلس الوزراء، بمجلس النواب الأمر مختلف، هناك موازنة، وقانون الموازنة إقراره هو الشريان الحيوي والأساسي للاقتصاد. يعني بتعرفي حضرتك، في عنا أول الاقتصاد اللبناني، في عنا سلسلة من الإجراءات والإصلاحات التي ينتظر إقرارها من قبل قانون الموازنة. اثنين، عنا سادر ومؤتمر سادر، وكل الدول المانحة تنتظر إقرار قانون الموازنة في لبنان كي تبدأ عملية ضخ الأموال أو كي تبدأ الاستثمارات. فإذا الوقت يسري خلافا لمشيئتنا، وهنا علينا أن نستعجل في سبيل إقرار الموازنة. دعا الرئيس بري مشكور لهذه الناحية، وطلب من النواب وطلب من الهيئة العامة أن تجتمع في سبيل إقرار الموازنة. من هنا الحكومة مدعوة أم أيضا أن تلبي نداء الرئيس بري. في مسألة قطع الحساب، يعني إذا
لازم هذا قطع الحساب كمان يرسل يعني الى المجلس النيابي عبر مجلس الوزراء، بيكون في جلسه لمجلس الوزراء وبعده، يعني على ما يبدو انه ما في جلسه قريبه قبل مجلس النواب. من الناحيه الدستوريه ومن ناحيه الماليه العامه للدوله، اوكي، لا يمكن اقرار الموازنه من دون قطع حساب، يعني هي العمليه لها علاقه بالمنطق قبل ان يكون لها علاقه بالقانون. أنت عليك أن تقطع حساب السنة السابقة أو السنة الماضية وأن تقر موازنة السنة القادمة. طب أي أساس أنت ستقرين موازنة السنة القادمة من دون أن تتمكن من التحقق من حسابات السنة السابقة؟ إذا ما في الأمر مخالفة دستورية. وهنا أشار قد يعرقل هذا الموضوع، يعني جلسة يعني بطبيعة الحال تؤجل مثلا إذا بحال ما أرسل قطع الحساب، لأنه عمليا يعني يجب أن نراعي الدستور، يعني يجب أن نطبق القوانين. فإذا يجب أن ترسل الحكومة قطع الحساب قبل أو يمكن عند بداية إقرار الموازنة في مجلس النواب، وإلا في الأمر كيف بدها تكون ببداية جلسة مجلس النواب؟ ما هي بده هو بده الموضوع بده جلسة حكومية مجلس وزراء. إيه عم بقول إنه يمكن للحكومة ويمكن لمجلس الوزراء، ما عندي فكرة إذا في سوابق دستورية، لأنه في اختصاصات بهذا الموضوع وأنا بحترمها خاصة من قبل الدستوريين، بس أنا عم بقول يمكن للحكومة حتى قبيل انعقاد جلسات مجلس النواب أن تلتئم لتنتهي من عملية قطع الحساب وترسله إلى مجلس النواب ليصار إلى إقراره حسب الأصول. نعم. نرجع لموضوع المجلس العدلي لأنه بدنا نحكي فيه بشكل مطول. وليد بيك بالأمس ذكر أنه المجلس العدلي لا وجود له في عدد من الدول. قد ايه المجلس العدلي هو حاجة لأي بلد، حاجة للبنان أساسية، أم أنه يعني وعلى ما يبدو من كلام وليد بيك وكأنه في إمكانية لإلغاء المجلس العدلي في لبنان؟ شوفي ستنا، اللي عم بيقوله وليد بيك جنبلاط لا يأتي من العدم. نعم. مبني حسب أنا كمان المعطيات يعني اللي أنا عملتها بالضبط. نعم. الدراسات والأبحاث اللي عملتها بهذا الموضوع أنه بالفعل حديثه قانوني ومبني على معطيات قانونية. اليوم إذا بدي أعطيك عدة أمثلة يمكن رح تشوفي معي أنه في كتير ناس تتساءل عن الجدوى من وجود المجلس العدلي، وأيضا أن نتساءل هل أن المجلس العدلي يراعي المعايير الدولية؟ هل أن منظمة العفو الدولية كان لها قرارات تنتقد المجلس العدلي؟ يعني بتفاجئ. يعني انا بذكر نحن في بلبنان سوابق بهذا الموضوع. انا بذكر سجين فلسطيني كان اسمه يوسف شعبان على ما بذكر. وكيف انه صدر بحقه حكم مجلس عدلي، وهيدا الشخص ظهرت براءته فيما بعد لانه صحيح. المجرم الحقيقي اعترف لمحكمه اردنيه بالزبط. باختيال الدبلوماسي الاردني. كانت النتيجه انه انظلم 15 سنه ولا حقا يعني وين العدل بالمجلس العدلي؟ يعني هذا السؤال. ولما ثبت براءته لو ما الرئيس الجمهوري يصدر عفو خاص ما في يطلع الا بعفو خاص. من هون عفو خاص كمان دكتور سلام يعني يجرد من حقوقه المدنيه اي انسان يصدر بحقه عفو خاص. يعني انا يعني كمان على ما بذكر شوفي الفرق بين العفو الخاص والعفو العام. نعم. بعده نقاط. نعم. العفو العام يصدر بقانون عن مجلس النواب، العفو الخاص يصدر بمرسوم على رئيس الجمهوريه. العفو العام يزيل الجرم ويزيل العقوبه. نعم. اما العفو الخاص يزيل العقوبه، وبالتالي تبقى عناصر الجرم وطبعا متتبعاته مثل ما ذكرت حضرتك. نعم. جميع الالتزامات المدنيه وجميع الحقوق التي كان هذا الشخص قد حرم منها بموجب القرار القضائي تبقى على حالها، انما العقوبه كعقوبه تزول بهذا المرسوم. طيب اذا ليه هيك كله؟ وانا بدي اقول لك شيء هيك باختصار. اليوم المجلس العدلي يعتبر من عداد المحاكم الاستثنائيه. طيب كيف نشأ المجلس العدلي؟ هو ما نعرف شو سبب نشأته. صحيح. اوكي خليني اقول لك بلش بالشق الثاني من السؤال. يضم المجلس العدلي 5 قضاة من كبار القضاة وما هو هيئة عليا. الرئيس الاول لمحكمة التمييز اللي هو رئيس مجلس القضاء الاعلى. نعم. ويرأس المجلس العدلي حكما. واربعة قضاة يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. فإذا هو يتألف من 5 قضاة. ما في شك نائب العام التمييز تمثل أمام المجلس العدلي. نعم. ويتولى التحقيقات
في هذا المجلس هو محقق عدلي يعين بقرار من وزير العدل، بناء الاقتراح وزير العدل بقرار من مجلس الوزراء. هيدي اذا بدك الهيكليه القانونيه. انما المشكله فيه انه مع الاسف المجلس العدلي لا يراعي المعايير الدوليه، واهمها حق التقاضي على درجتين. يعني بتعرفي حضرتك نحن باي دعوه بلبنان او بغير لبنان بتقدمي دعوه بيصدر حكم تتظلمي من هذا الحكم، نعمل على استئنافه. صحيح. وبالتالي عندك حق بالتقاضي على درجتين، ما عم بقول لك على ثلاثه، احيانا في بعض الشروط يمكن ان نذهب الى محكمه التمييز. بمجلس العدل مع الاسف اي قرار يصدر عنه لا يقبل اي طريق من طرق المراجعه العاديه وغير العاديه. والدليل مثلا اللي حضرتك اشرت له. نعم. طب يعني مثلا هيدي من الانسان عم ينشد العداله وعم بيطالب بالتحقيقات من اجل العدل، يعني بالنهايه الانسان اذا عم بيطلب هذا الشيء بالقضاء، بطلب القضاء. نعم. من اجل العدل. اليوم في اصرار على المجلس العدلي، يعني لربما كان احد الاشخاص ظلم، يعني كان صادر بحقه قرار من المجلس. نعم. العدلي شو موقفهم يعني اللي عم بيطالبوا اليوم بالمجلس؟ يعني ما كمان يعني احنا متى عرفنا المعطيات التي يعني بني عليها المجلس العدلي، عندئذ يمكن ان نعيد النظر ألف مره بموضوع المجلس العدلي. يعني عم بعطيكي بعض الامثله انه مدى ملائمته للمعايير الدوليه. طب في تقارير عن منظمه العفو الدوليه كانت تنتقد المحاكمات التي تجري في لبنان امام المجلس العدلي. طب قرارات قاضي المحقق العدلي كمان لا تقبل، ما عنده سلطة رقابية. يعني بالقضاء العدلي العادي قرار قاضي التحقيق يمكن استئنافه أمام الهيئة الاتهامية، أوكي؟ معناتها في جهة رقابية. أما قرار المحقق العدلي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. طب هذه أمور تسيء لما يعرف ب يلي نحن نسميها شروط المحاكمة العادلة، fair justice، لا جستيس إكيتابل. ما بيقبل معايير الدولية تفرض على المجلس العدلي أن يراعي هذه الشروط تحت طائلة اعتباره محكمة لا تتوفر فيها الشروط القانونية. طب هذه إذا أحد الشروط. اثنين، إذا بتعرفي ستنا نشأ المجلس العدلي نتيجة ظروف استثنائية في ذلك الوقت. عم نحكي عن لبنان. عن لبنان. نعم. زالت الظروف الاستثنائية وبقي المجلس العدلي. يعني المجلس العدلي أنشئ بعيدة نيل لبنان للاستقلال. نعم. ووجد السياسيون آنذاك أنه للمحافظة على مكتسبات الاستقلال لا بد من استحداث محكمة عليا مرموقة استثنائية تضم خيرة القضاة وتتسم بالسرعة بالمقارنة مع المحاكم التي كانت تنهض حديثا. لا ما وقتها عم نحكي بال 46 وبال 48 كنا بعدنا يعني بعدنا المجلس العدلي. نعم. من اجل ان تصدر احكام يعني سرعة في بالضبط. طب هنا تساءل حضرتك اشرتي له انه هل بالفعل المجلس العدلي يراعي هذه المعايير؟ اذا بقول لك صار اليوم المجلس العدلي برستيج اكثر منه فعال، لانه يعني اذا هلا في عندي بعض الامثله بتشوفي اذا اخذنا مثلا جريمه تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه التي احيلت على المجلس العدلي منذ بعتقد 41 سنه، ما الذي حصل فيها؟ استشهاد كمال جنبلاط، فاذا ايضا هل صدر اي قرار على المجلس العدلي؟ المفتي حسن خالد، الشيخ صبحي الصالح، كمان نقيب الصحافه رياض طه، جريمة أيضا الشيخ محمد حسين فضل الله وعشرات الضحايا الذين ذهبوا معه، لم تصدر أي قرارات بشأنه عن المجلس العدلي رغم انقضاء عشرات السنين. اغتيال الرئيس هنا معوض يعني رئيس الجمهورية بالوقت اللي كنا عم نحكي انه تأسس المجلس العدلي من اجل اصدار في سبيل بالضبط يعني تسريع الاجراءات. طيب في بعد 10 سنوات مثلا بموضوع المرحوم رشيد كرامي، طب صدر هذا القرار. في ايضا مثلا بجريمه بشير جميل بعد 36 سنه، يعني حتى لو عم تصدر هذه القرارات بس عم تصدر بعد حيز يعني عم تاخذ وقت اكثر من تاخذ المحكمه الدوليه. نتساءل عن الجدوى من احاله هكذا جرائم الى المجلس العدلي، فاذا المجلس العدلي لم يعد فعالا وزالت الغايه. يعني تساليني رايي انا بعتبره من المحاكم الاستثنائيه التي يجب العمل على الغائها. هون الاستاذ وليد
بلاط رأيه بني على معطيات دولية أنه بالفعل منه موجود أو ما فيش اسمه حتى برا ستنا يعني كل الدول كل الخارج ما في بأي دولة موجود لمجلس عدل إلا في لبنان، خاصة عم نحكي الدول التي تحترم نفسها، الدول التي تراعي القانون تعتبر المحاكم الاستثنائية فيها ظلم، لأنه يجب أن تراعي حق الدفاع، يجب أن تراعي شروط المحاكمة العادلة، ويجب أن تراعي السرعة، لأنه في مثل بيقول justice delayed justice denied، يعني العدالة المتأخرة هي ليست عدالة. فبالتالي إذا بيصدر القرار على مجلس عدل بعد 20 سنة و 30 سنة ما زالت بالعكس يمكن بيأجج الموضوع أكثر ما أنه يعطي لكل ذي حق حقه. فهذه من العوامل التي تدعونا إلى إعادة النظر بإحالة أي جريمة إلى المجلس العدل. طيب قبل ما نحكي كيف اليوم إذا بيتم العمل على إلغاء المجلس العدل شو المطلوب أو شو المسار اللي لازم ناخده، بدي أسأل ليه الإصرار طبعا ما في جدوى من يعني هيدا المجلس العدلي أو من قراراته، ليه الإصرار اليوم من بعض الجهات السياسية يعني بخص بالذكر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان الوزير صالح الغريبة وكل الفريق اللي معه الإصرار على المجلس العدلي، شو الجدوى من هيدا يعني الطلب؟ الحقيقة يعني مثل ما سبق وقلت لك يعني أنا من الناحية القانونية أعتبر أن ترك الأمر للقضاء العدلي اللي نحن بنعتبره هو القضاء العادي أمر كثير مهم، لأنه في عنا قضاة جيدين وجريئين وعنا جهاز أو أجهزة أمنية تتولى التحقيق بكفاءة. فإذا لست أنا مثلك يعني ما عم بفهم ما هي الغاية من الإصرار على إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي، سيما أن في هذا الأمر تعطيل مثل ما عم نشوف لمجلس الوزراء في الوقت أن نحن بأمس الحاجة إلى انعقاد مجلس الوزراء. يعني ستة مجلس عدلي في إله معيارين للانعقاد، معيار شكلي هو لا يمكن أن تحال الجريمة إلى المجلس العدلي إلا بقرار صادر عن مجلس الوزراء، لا يمكن لا يوجد أي طريقة أخرى. اثنين هناك جرائم يعني واللي هي عم تسأل إذا بالفعل كان في جرائم اللي ذكرتيها أو اللي هلأ بدك نذكرها، اعتداء على أمن الدولة، وجود صفقات أسلحة، التجسس والصلات بالعدو، النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي، اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، جرائم على الوحدة الوطنية، الفتنة، الإرهاب، الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية وتعكر الصفاء بين عناصر الأمة. يعني كمان ما تسأل هذه الأمور على ما حصل في قبر شمون برضو خلينا نشوف التحقيق، لأنه طب ما في وجهة نظر بتقول أنه الأهالي كانوا بحالة دفاع عن النفس، يعني كانوا بحالة ردة فعل وليسوا بحالة فعل. من يقرر ذلك؟ وأنا عم بركز عم بحكيكي كرجل قانون، من يقرر؟ لا أسمح لنفسي بإبداء رأي طالما لم ينتهي التحقيق. عندما ينتهي التحقيق طبعا ما في محامين وفي دعاوى وفي يعني الحزب الاشتراكي تقدم بدعوى، طيب فلنسلك فلنرضخ لما يراه القضاء ولخلاصة التحقيقات الأمنية عندئذ يبنى على الشيء مقتضاه. يعني هلا مجلس الوزراء بده يبقى يعني معطل ويعني ما في جلسات حتى بتمنى لا يعني بتمنى لا يعني برجع أنا بدعي كوني رجل قانون ويعني أتابع هذه الأمور أن ينعقد وأن يترك التحقيق. يعني إذا الفريق الآخر حريص على يعني تحقيق العدالة مثل ما هناك فريق أيضا مثل ما كلنا بالأحرى حريصين على تحقيق العدالة، لابد من انتظار نتيجة التحقيق والسير يعني بالموازات أون باراليل مع مجلس الوزراء. يعني ليه حاطين هيدا الموضوع مقابل انعقاد مجلس الوزراء؟ ما هذا أمر خاطئ، لأنه لابد أنه يطرح أو يطرح أحد الوزراء مسألة إحالة القضية على المجلس العدلي وقد يصير في تصويت وقد يعني بيصير في انقسام. يعني بس بالنهاية أنه بالنهاية كمان التصويت مش عمل دستوري، يعني هو مجلس الوزراء ضروري تتخذ قرارات دائما بالإجماع أو بالتوافق بالطبع. يعني أكيد مش غلط، يعني يصير في تصويت في آلية بالدستور تسمح باتخاذ القرارات اما بالاجماع واما بالاكثريه. طيب فبنرى دخل الاليه نص عليها الدستور. طيب هل فينا نقول انه المجلس العدلي في لبنان حقق انجازات؟ كان له انجازات بالفعل من خلال قراراته؟ يعني اللي قلت لك ذكرت لك اياهم الجرائم التي احيلت على المجلس العدلي، ما عم شوف وين الانجازات التي حققها بالفعل المجلس العدلي. اذا عم تساليني رايي الشخصي اوكي رايي كاستاذ جامعي كمان اكثر ما انه كرجل قانون، انه لست ارى انه محكمه الجنايات اوكي هو قد حقق المجلس العدلي انجازات اكثر من المحاكم العاديه. من وجهه نظري
كلا. مع احترامنا للهيئة التي تؤلف المجلس، هذه كلهم قضاة مشكورين، بس انتبه يعني إذا عم نقلك بعد 36 سنة صدر الحكم بجريمة الرئيس بشير جميل، وبعد 10 سنين في جرائم أخرى، فإذا أين السرعة؟ أين الفعالية؟ إفيكاسيتي، يعني نحن نرضخ للقضاء كي نحصل على إنصاف. هذا الإنصاف إذا حصل بعد فترة ما عاد في له. شو المسار الذي يجب يعني أن يسلك في لبنان، أو يعني عبر الطرق الدستورية للعمل على إلغاء المجلس العدل؟ كمان من فترة كان مطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية. صحيح. خليني أقول لك شيء، المفارقة أنه كان هناك آراء بالأربعينات والخمسينات وحتى مؤخرا تطالب بإلغاء المجلس العدل، لأن السبب أو الظروف التي أدت إلى تأسيس المجلس العدلي كانت بالأربعينات، هي المحافظة على مكتسبات الاستقلال، وعند إزالة السبب تزول النتيجة. فبالتالي يعني كانوا هالأشخاص مصرين. أنا بتفاجأ لماذا لم نعد نسمع أصوات، سواء تبقى ما عم بحكي عن المجتمع المدني، المجتمع المدني في كثير أصوات تطالب مثل ما قلت حضرتك إلغاء المجلس العدلي وإلغاء المحكمة العسكرية باعتبارهما من المحاكم الاستثنائية التي لا تراعي شروط المحاكمة العادلة، والتي لها وجود بالدول المتقدمة. صحيح. هيدا اللي عم نقوله. إذا بنرجع للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حق الإنسان بالدفاع عن النفس، حق الإنسان بالمحامي، حق الإنسان بالتقاضي على درجتين، كلها مبادئ ذكرتها المعايير عفوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أي الشرائع الدولية، وكل ما يخالف ذلك إذا هناك علامة استفهام أو هناك عدم دستورية لهذه الهيئة أو لهذا الجسم القضائي. فإذا المجلس العدل اليوم مع الأسف لا نسمع بآراء تطالب بإلغاء هذا المجلس، إنما يجب نظرا للمقاطع اللي ذكرناها اليوم المطالبة مع يعني مع كلام وليد بيك بالأمس. بالضبط هيك، بالضبط اللي عم بقول لك إياه، اللي قاله وليد بيك جنبلاط هو مبني على معطيات وعلى دراسات حصل عليها، واللي بتصب بالخانة اللي نحن شيء عم نقوله. طب كيف بده يتم إلغاءه؟ يعني بده اقتراح قانون، مشروع قانون، يعني كيف يعني الطريقة الدستوري اللي نسلكها؟ الطريقة سهلة، متى توفرت الإرادة السياسية اوكي الطريقه بتكون سهله، انما هون حيثيه الامر، اذا المجلس الدستوري تم انشاؤه بموجب قانون، عندئذ لابد ان يلغى بقانون، يعني هيدا اسمه باراليزم دي بروسيدور، مبدا الاصول الموازيه، ما انشئ بقانون يلغى بقانون، ما انشئ بمرسوم يلغى بمرسوم. فمنشوف كيف تم تاسيس المجلس العدلي، هل مجلس النواب هو الذي عمل على تاسيسه؟ عندئذ يلغى بالطريقه عينها. إذا في إرادة سياسية وبالفعل شفنا عدم جدوى، كمان ما عم نحكي بالتقشف، طيب ما إذا كمان شفنا عدم جدوى، واحد قضائية، اثنين مالية من وجوده، فإذا لابد من إلغاء المجلس العدلي. والأمر نفسه ينطبق على المحكمة العسكرية. على المحكمة العسكرية، لأنه في شكاوى أيضا من مدى مراعاة المحكمة العسكرية لمعايير المحاكمة العادلة. نعم. رح نكمل معك بهذا الحوار دكتور سلام عبد الصمد بعد هذا الفاصل، محطة إعلانية ونتابعها. نتابع حوارنا مع المحامي والأستاذ الجامعي دكتور سلام عبد الصمد. دكتور سلام، بعدنا يعني ضمن حادثة قبر الشمون والمجلس العدلي، أيضا ذكر كلام عن كمين يعني كان نصب يعني لدى مرور الموكب. حضرتك يعني أنت مطلع كمان على هذه الحادثة، وبتلي عملت كنت يعني بكثير من الأبحاث، ويعني شو صار بهذاك النهار، عناصر الكمين كانت متواجدة من خلال يعني متابعتك للموضوع؟ شوفي ستنا، ما قلت لك مثل ما حكينا بأول حلقة، مع إصراري على ضرورة احترام نتائج التحقيق وعدم التدخل بالتحقيقات التي تجري على أرض الواقع، إنما يعني ما بعرف، نظرية الكمين هي نظرية حكي عنها سواء علماء العسكر أو علماء الحرب أو أيضا الباحثين في القانون، إنه في إلها شروط. فكمان أنا بتساءل من ناحية القانونية البحث، ما بحب أحكي سياسي أبدا، بالضبط ناحية التقنية، ناحية القانونية، وأنا إنسان بحب دايما هيك متخصص بعمل، يعني دع السياسة لأهل السياسة والقانون لأهل القانون، انه هل بالفعل تتوفر شروط الكمين؟ يعني في احد المؤلفين القانونيين بيعمل مطالعه جيده جدا، يمكن بيسوى الكل يطلع عليها. اول شيء بيعرف
اصطلاحا ولغويا. طب هو كمين من كمنة، كمنة للشيء يعني حسب ما بتقول القاموس اللغة العربية، كمنة للشيء أي اختفى أو دخل في مكان لا يفطن له ولا يتوقع وجوده فيه. طب أول شيء ما نسأل، كانت ضيعة وكان في مجموعة كبيرة من الأهالي موجودين خلينا نقول بساحة الجريمة، فإذا ما بعرف لغويا إذا كلمة كمين تتطابق يعني الكمين مع بيكون ما في ناس ما في عالم بيكون يعني شخص مختبئ صحيح. ويعمل على تنفيذ الكمين. نعم. طب هيدا إذا بنحكي من الناحية اللغوية البحث. نعم. من الناحية القانونية يعني في بيوضعوا عدة عناصر، بيعتبروا مثلا يعتبر الكمين من أهم أنماط العمل في حروب العصابات. كمان ما بعرف قديش كان في عنا حروب عصابات، الجبل مفتوح للكل وبالتالي هالمبادئ قد لا تتوفر اذا ما بدنا نجزم. يعني مثلا عنصر المفاجاه والمباغته، يعني حسب كمان عم تركت الناس موجوده وما كان في يعني حتى احتمال حدا يباغت حدا. يعني احنا اذا عم نشوف الموكب اللي هو بيعتبره انه اللي صار فيه عمليه استشهاد هالشخصين هو من اقترب من الضيعة، اقترب من أهل البلد وليس العكس، فإذا أين المفاجأة والمباغتة؟ عنصر المبادرة، عنصر أيضا أن لا يحتاج عدد كبير من العناصر. طب هون عم نشوف بالعكس كان في مجموعة من الأهالي هني كانوا موجودين على الطريق، أن يشكل عنصر إزعاج وإرباك كبير لعناصر العدو. يعني ما بدي استرسل لأنه بحث طويل، بس يمكن من هالأربع خمس عناصر نعرف أنه الموضوع خلينا ناخده بطابعه العائل البحث أو بطابع الفعل وردة الفعل. على كل الألفاظ يعني خلينا ناخذ نظرية الكمين وخلينا التحقيق ياخذ انتظار نتائج التحقيق. صحيح. انتقل أيضا إلى موضوع كمان مهم، مسألة العقوبات الأمريكية على يعني نائبين من حزب الله، على أيضا مسؤول كمان وفيق صفا في حزب الله. نعم. يعني وقتها يعني نحكي كمان عن توقيت مشبوه بالنسبة لهذه العقوبات، تأثيرها يعني كمان على الوضع اللبناني، على لبنان يعني، ولبنان بتعرف يعني من أزمة إلى أزمة. نعم نعم، مع الأسف مع الأسف. شوفي إذا كنا ما فينا نمنع الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب بتعود لها أن تصدر هيك نوع من القرارات، بس فينا نحن كلبنانيين أن نحصن الساحة الداخلية، أن نحصن موقفنا تجاه أو للرد على هذه القرارات. لا باعتبار تعرفي حضرتك أنه أي قرار يأتي ضد فريق معين في لبنان حكما سيؤثر على باقي الأفرقة، أيضا لبنان وكل الناس خصوصا أنه عقوبات كمان يعني على نائبين طالب. صحيح. نائبين. وبالتالي من هون كان في موقف لرئيس مجلس النواب أنه ونواب نحن انتخبناهم أنه النائب ممثلين للشعب اللبناني. بالضبط. النائب يمثل الأمة جمعاء، مش أنه إذا الأستاذ شري أو غير من النواب مثلا بيمثل منطقة معينة، هو من الناحية الدستورية هو يمثل كل لبنان، فبالتالي احنا ما لازم نقبل ولازم يكون في موقف انه هذا القرار يسيء الى لبنان. لا التوقيت مشبوه، لانه نحن بنحس انه بوقت لبنان يحتاج الى ان يتعافى، يحتاج الى ان يكون هادئا، يترقب موسم اصطياف مزدهر، يترقب انجاز الموازنة للبدء بالاصلاحات، يأتي هكذا نوع من القرار يعيد خلط الأوراق على الساحة الداخلية وعلى الساحة الدولية، فمن هنا نعتبره هذا التوقيت وطبيعة الحال مشبوه. طب كلام السيد نصر الله اليوم بده يكون له كلمة وأكيد رح يتطرق لهذا الموضوع. نعم. بتتوقع يكون كلامه تصعيدي كمان يعني في لابد أنه يتطرق للقضايا الداخلية والخارجية وما يحصل اليوم أيضا في منطقة الخليج العربي وما يحصل يعني هذه حرب الناقلات، ناقلات النفط يعني. نعم. صحيح. إيران وبريطانيا. أول شيء ستنا إذا ببلش بما يحصل بالخليج، لابد أن يكون لبنان بمنأى عن الصراعات الدولية. يعني نحن بنعرف بحكم وجودنا بهالبلد ونحن نعمل وأولاد هيدا البلد أنه لبنان لا يحتمل أن يتحزب لفريق دون فريق آخر. نحن منكون على الحياة وهيدا النائب النفس. أنا نعم من هيدا الرأي، لأنه لأنه ما كل دولة في إلها ارتباطاتها. طب ما إذا لبنان كل دولة بده يواكبها أو يدعمها أو يعترض عليها لا نستطيع أن نفعل شيء، فإذا لابد أن ينأى لبنان بنفسه عن كل هذه الأمور. أما المطلوب نحن منا لمواجهة كما ذكرت لك هذه العقوبات، واللي مع العلم هي كانت متوقع صدورها يعني حسب قانون مكافحة تمويل حزب الله وشركائه، هذا القانون اللي صدر عن الكونغرس الأمريكي واللي
ابطال حزب الله والعناصر اللي بينتموا له، وما ميز بين الجناح العسكري والجناح السياسي كما كان يحصل سابقا. نعم. هذا القانون لابد أن نواجهه واحد من الناحية القانونية والدستورية، باعتبار نحن أمام نواب تعرضوا لهذا القانون. نعم. وأيضا من الناحية الاجتماعية بالتضامن وتكافل اللبنانيين. نعم. استاذ، تعتقد أنه سيستتبع بعقوبات أخرى أيضا تطال شخصيات يعني ومسؤولين بحزب الله؟ أعتقد من الولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر متوقع، في أن عندهم خلاف مع حزب الله ومع دور حزب الله. نحن من جهتنا كلبنانيين نرفض هذه العقوبات. نعم. طيب كمان في موضوع بدنا نطرق له، مسألة الموازنة، يعني الأسبوع المقبل الرئيس بده يدعى إلى جلسة لمناقشة الموازنة 3 و4 و5. نعم. في قصة مسألة قطع على حساب كنا تطرقنا لها. صحيح. شوي. صحيح. إنما يعني بعد ما بعرف كم جلسة بمجلس الوزراء، أكثر من 15 جلسة، لجنة المال الموازنة كمان سلسلة من الجلسات، ما بتعتقد انه اخذت وقت زياده هيدي الموازنه، خصوصا انه نحن يعني قطعنا كمان يعني ما بعرف قديش بعد الى جدوى يعني اقرار الموازنه بوقت انه لازم نكون عم بلشنا دراسه موازنه 2020؟ الحقيقه لابد، يعني جوابا بس على الشق الاخير من سؤالك، بمطلق الاحوال نحن ملزمون بإقرار الموازنة للعام 2019 حتى لو بقي على هذه السنة يوم واحد. وما تنسي أنه نحن عدنا 10 سنين سابقاً بلا موازنة. فإذا هلأ إذا كل سنة بسنتها عم نقدر أنه نقطع الحساب ونقر موازنة، هيدا بعتبر إنجاز بالنسبة للبنان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى لو أخذت الجلسات، وأنا يعني بحب أشكر بمناقبية ومجهود أستاذ إبراهيم كنعان رئيس لجنة بالضبط لجنة المال والموازنة على مجهوده، زميلنا يعني بالفعل عمل مهني، وهذا نحن منريده، وكانوا قالوا حتى النواب أو رئيس اللجنة أنه لن نصوت على الموازنة، مشروع الموازنة كما أتى من مجلس الوزراء، لابد من التوقف على جميع البنود. برجع بقول لك إذا بالفعل بينت أنه العجز كان نزل 7 بعتقد حتى 7 فاصلة أو 6 فاصلة شيء، هيدا بالأمر الإيجابي يعني عكس إيجابا على لبنان وعلى موقع لبنان على الساحة الدولية، لأنه كل فترة بنسمع مودز وغير مودز مؤسسات التصنيف الدولة تأتينا بنظريات إنه لبنان ليس على الخط الاقتصادي السليم وكذا. هنا نعطي المثال أقرت يعني فورا يعني تغير التصنيف، ما في يعني شك سيساعد بالبورصة، سيساعد بالأسهم، سيساعد على سندات الخزينة، سيساعد بمؤتمر صادر بقبول مزيد من الاستثمارات. يعني نحن نتمنى كل الخير للبنان. إنما أخذ على هذه الموازنة دكتور سلام إنها موازنة رقمية، يعني ما في رؤية إلى المستقبل إلى الأمام، إنما أنها أرقام، يعني مجرد أرقام. أنت بتأيد يعني هالوجهة؟ شوفي أنا إذا بدك رأيي، يعني دائما قانون الموازنة يحتاج إلى إصلاحات وإصلاحات أكبر، بس ما ناخذ بين الاعتبار في شريحة من اللبنانيين لا يمكن أن تطال الموازنة أو أن تطال التقشف، والسبب أنه لا نتحمل مزيد من الضرائب، لا نتحمل مزيد من التقشف الاقتصادي أو الاجتماعي أو المالي. بس تعتقد أنها ذهبت بالفعل إلى مواطن ومكامن الخلل يعني باللبنان؟ يعني مثلا امبارح الدكتور جعجع رجع طرح موضوع وقف التهريب مع المعابر غير الشرعيه، انه تدور اموال طائله الى الدوله. بالضبط. ليه ما بناخذ موقف من وبعدين غير اللي قاله دكتور جعجع، هل بالفعل هذه الموازنه عملت على مكافحه الفساد؟ عملت على مكافحه الرشوه؟ هل بالفعل دعمت أو ستدعم مؤسسات إصلاحية، مؤسسات رقابية، مؤسسات تساهم بعملية تفتيش؟ فإذا هيدا نتمنى تلحظه، إذا مش بهيدي السنة إن شاء الله بالسنة القادمة. بالموازنة المقبلة. بالموازنة القادمة طبعا. التركيز على هيدا الموضوع. صحيح. على هيدي النقاط بالذات. صحيح. شكرا لك دكتور سلام عبد الصمد، يعني طرقنا لعدة مواضيع أبرزها مسألة قضية المجلس العدلي يعني وأهميته يعني بالنسبة للوقت يعني الراهن. شكرا لك دكتور سلام. مرة تانية شكرا لكم أيضا مشاهدينا. نشرة إخبارية بعد قليل مع زميل وسيم عرابي، وإلى اللقاء.